اجلس شوي اسكبها بس ابشر بسعدك خلاص بسكبها بس اجلس دقيقه سكرها خلصتوا يس دقيقه شفعه سلام عليك السلام سلام سلام الرحمه واضح فلوسه واجد هذا سم يا ابوي وظفني عندك يا ابوي وش مؤهلاتك يا ابوي والله شوف يا طويل العمر اضرب اي واحد يزعلك طيب اضرب هذاك ابشر بس ما زعلك انت شايفني لعبه عشان تقول اضرب هذا وهذا لا ودي اتحكم لا انت شايف ما تتحكم فيني ما يتحكم فيني الا ربي يا ابوي اعرف مع مين تغلط اعرف مع مين تتكلم والله تعرف خاتمي الحين اذا طرشمتك به تدرين الخاتم هذا من نيوزيلندا يعني وش هذا يا حبيبي في خاصيه لو ضغطت زر فيه ممكن اشقلبك ورا شفت الخمس هذه ها وليد تدري انها من ربي شفت غشمك هذا اصبر شفت الخمس هذه ايوه تدري انها من ربي لا يا شيخ تدري وش ردودها بعد ما وش تسوي العنايه المركزه ايوه وادري العنايه خليني بشوف تبي تجرب جرب طيب خليني بشوف يا ابن حسن يا ابن حسن باقنا من شغل الشقلبه شغل خاصيه صامل يا ابوي ايوه خاصيه الشقلبه طيب ما في مشكله اوه اوه العنايه من انا العصيمي ايوه وين ابو حسن مدير شركه الحين بالله عليك ايوه الحلوبي يا شفت طقطقه ابو حسن ايوه الصوت اكثر في شيء صار خايس صار على حد لا احسب تكتب قصيده صدق الا يا ونتي ونات معنا قريب الدار من الهيت استغفر الله العظيم العريش ايش صار عليه يا فلان والله شوف اسمع احيانا كذا واحيانا كذا طيب يا ابوي انت ايش رافع خشمك علي يا ولد الله اللي رافع خشمي الله اللي رافع خشمك طويل مره ايش اسوي الله اللي عزنا ما لحد فيه منه ايوه ايوه تبيني اصير محمد السالم صر اصير اي صير طيب وي ارحب وسعد هلا والله يلا حي وين الفرقه حقتك يا ابوي والله راح عندهم شغل بالله عليك ايوه والله راح عندهم شغل انت صادق ايوه طيب ايوه يقول لك عرست وجيت على طول والله اني والله اني زعلان والله كان الحين عندهم حرمتي ولا عندهم حرمتي والله ايوه والله طيب تعرف تلعب كوره انت ايوه انا لعيب فتيت كوره ايوه والله ايوه اوكي طيب فاخر من الاخر طيب حول لي شخص ثاني ابي تبي تشوفني احمد الفراج ايوه ها ايه. انقم قول هلا ابو فراج يا ابوي ايش فيك ما تعطينا وجه ابو فراج هبوا اقعد 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 ابو فراج خف علينا يا ابو فراج ابو فراج تجاري ابو فراج اصلي قلدك انت؟ لا ما قلد قلده لا تفهم معك ابشر بسعدك تبي تشوفني ابراهيم النجاشي؟ ايه ها؟ ايه القم ارحب ابو خليل هلا والله يلا حيه بالله العب العب ما شاء الله عليك تبي اوريك ابو حسن؟ ايوه احس احس مثله قاسم بالله قاسم بتلام حد يفوز عليه اي همش قاسم بتلام ابيك تطارح العصيمي تكفى لا والله قلت ابو حسن ابو حسن عنده لازمه هذه طيب سلطان ابو حسن عنده لازمه هذه ها ابيك تبي تصير تشوف ابو حسن في الفراج لا ابي سلطان امير باقي ما مرينا عليه بعد قبل يلا القم ما بغيت افقع وجهه انا بغيت اشيل القلاب ولا خل وجهي بخالف الثوب اهم شيء ارحب ابو الامير قول خل وجهي شيل الثوب وين جلست احباب سلطان امير هناك لا هناك ايوه والله اي يما قطوه لا سلطان مو قطوه ما يقول كذا سلطان مو قطوه يما اه يما قطوه لا ما يقول كذا سلطان مو قطوه ايش بك وين وين يا ابوي شعره والشرف من وين طلع لك متى طلع لك اشتريته من زايزي والله ايوه بالله عليك طيب نقاطك وين تهبل كيف انت مين نقاطي وين نقاطي نقاطي تعرف انا مين ايوه انت مين انت مين انت مين في محيطه طيب لحظه نادنا فرقه الكشافه اللي هناك راحوا مشغولين راح راحوا راحوا تبي معيته؟ ايه ابغى معيته ولا ما في؟ نقاتل نقاتل
تبي تشوف الفراج قلده زي زي؟ ايه انقم. اسلم ابو حسن. باب. وش عندك انت في راسك حرش؟ ها؟ كيفي كيفي. قم قم قم. مهما ابن مرهم. طب هذه بس. اخو الرسمة. مرهم. هذه لازم. طيب يعني طارح ابو حسن. لا يا اخوي انت ضايعك شيء من طارح. لا انا ابو حسن دائما يتفاعل معي. يا اخوي توكل على الله. يبي طارح ذا من اليوم يسال اي واحد يدور. والله طارح ابو حسن قد طارح. الكوتش طارح. الكوتش طارح. ابشر بسعادة. والله دائما ابشر. اي بكره. والله حتى لو تسببت في شكل بكره في واحد على ما قال يبشر. العصر حاجز موعد. نعم. نجاشي الساعة 4:30 في واحد يبي طارحك بكره. اولي شات. 4:30 بيجي. مجهز المطار. هذاك ما شاء الله تبارك الرحمن يفك كذا يفك عليك. يفك وين راي؟ تورات المياه. ليش؟ يقول 4:30. شيء تقدر تقول. لا ثوبي زين ما في. لا يا ابوي ايش فيك؟ استغفر الله العظيم. تعفف ثوبك الله يعطيك العافية. اي يا رجال طارق والله تعفف.